دايوغ شوف واحد المقوله كتقول المراه ضعيفه ولا هذا، قلبوا لي على شي ايه اللي كتقول لك ان المراه ضعيفه، كائن ضعيف ما كاينش، ولكن اش كيقول القران؟ خلق الانسان ضعيفا، يعني الرجل والمراه كيمكن يكونوا اوني توس اون دي فيبلس سي نورمال. صاروخيتي بونجور ومرحبا بكم في صاروخيتي سيزون 2. اللي مازال ما تفرجش في صاروخيتي يطلق راسو ويمشي يتفرج في ليزيبيزود الاولين هنايا. صاروخيتي هو تولك شو فيمينيست، كندويو فيه في كل حلقه مع مراه على مواضيع كيخصوا النساء بلا حتى شي خوف، بلا طابو، وخاصه بلا حشومه. كيف ما كتشوفوا بدلنا الديكور ودرنا النيون والزاز، واختارينا نكونوا في هاد لا سيزون مع لي زانفيتي ديالنا اون وان تو وان باش نقدروا نتعمقوا مزيان في المواضيع كما ينبغي ونخويو المزيودة ديالنا. الموضوع اللي اختارينا ندويو عليه اليوم في هاد ليبيزود ديال صاروخيتي سيزون 2 هو موضوع فيما كيتجبد في لي ريزو سوسيو كيدير الرواج والروينه. هاد الموضوع من شحال وحنا باغيين ندويو عليه، واليوم جات اخيرا الفرصه باش نهضروا عليه ونطرقوا ليه من جميع الجوانب ديالو مع the one and only اسماء المرابط. مرحبا بك اسماء. شكرا. الموضوع اللي غادي ندويو عليه اليوم اسماء هو كيفاش يمكن لنا نقاربوا ما بين المساواة ما بين المرأة والراجل وبلاصة المرأة في الإسلام. أول حاجة غادي نهضر عليها معك أسماء هي غادي نرجع شوية على الباكغراوند ديالك. أنت يا طبيبة مفكرة كبيرة في هذا الموضوع وفي هذا المجال في المغرب، كتعتبر راسك فيمينيست واختاريتي أنك تخصصي في بزاف ديال الكتابات ديالك وبزاف ديال ليزيسي ديالك على هذا الموضوع، وخاصة على القراءة الجديدة اللي كتقترحي نديروها للقران باش نفهموا البلاصه ديال المراه ونعطيو نظره جديده على البلاصه ديال المراه اللي غادا بتطابق مع ليبوك ديالنا اللي حنا عايشين فيها. غادي ندويو على هذا الشيء اوتور دا كافي دوكو، غادي نقترح عليك قهوه. شكرا ميرسي. اسماء بزاف ديال الناس تيعرفوك انتليكتوالمون، شافوك في التلفازه، ربما قراو لي زيسي ديالك والكتابات ديالك، ولكن ما تنعرفوكش بيرسونيلمون. هضر لنا شي شويه على راسك. alors انا je suis d'abord médecin biologiste و en même temps كاتبه باحثه كاينش تقول مفكره، ولكن المهم جي با دوتر تيرم في هاد الاشكاليه ديال الدين، ولا انا كيعجبني نعيط للروحانيات سبيريتواليتي والانسان، يعني كنعتبر راسي انسانه قبل ما نكون مراه، وركزت على هاد الشيء من يعني ملي كان عندي 30 عام تقريبا، لان لقيت بان في لونطوراج ديالنا وفي التقاليد ديالنا وفي التربيه ديالنا ومع والدينا الاسئله كلهم اللي كنت كنبغي نطرح وانا عندي 16 17 عام ما كاين حتى شي واحد كيقدر يجاوب عليهم. كاين مختصين وكاين اللي عندهم اون اكسبيرتيز بحال اللي كنقولوا بحال اللي كتكون في ميادين اخرى، ولكن هاد ليكسبيرتيز وهاد العلم هذا وهاد المعرفه هادي ما غاديش يعني تمكن له انه يفا مامبوزي ولا غادي يعني يفرض واحد الفهم ديالو على جميع الناس. المشكل ديالنا هو انه اون فيلتر. كنت غنسولك شنو هو هاد الفيلتر؟ الفيلتر هو هاد التاويلات. هاد الامام كيهضر على هاد الشيء وهاد الامام الاخر وهاد الشيخ وهاد اللي ما كيخليناش تكون عندنا قراءه ديالنا، وقال فلان وقال فلان، دونك سا سي تيلمون يعني كاين تراكمات في هاد 14 القرن من القرن السابع حتى اليوم ديال التاويلات اللي ولينا ما بقيناش كنديروا كنميزوا ما بين شنو قال النص القراني وما بين وهاد التراكمات وهاد الاقاويل والتاويلات ديال العلماء اللي اكثرهم زعما لا ماجوريتي ديالهم رجال، ولكن الاغلبيه خصنا نقولوا بان الاغلبيه كانت في بهذه القضيه ديال وهذه الاشكاليه ديال النساء كانت واحد النظره وقراءه ذكوريه خصنا نعترفوا بها في اغلبيه ماشي كلهم ولكن الاغلبيه. دونك ملي شفت داك الشيء غادي هذا قلت غادي نمشي ديريكتومون للنص القراني وغادي نحاول نقلب عليه هذا، اي اون ميم طون غادي نشوف التاويلات اللي داروا وهذا. دونك مع المده هي هذيك فاش كتبت كتابي الاولاني اللي كان سيتي ان كري دو كور بحال اللي كنقولوا، كتاب بسيط جدا مبسط بحال اللي كنت كنعيشو ديك الساعه، وهاد اضربوهن حاولت نشرحها، علاش المراه كيقولوها ناقصه عقل ودين، انا ما لقيتش هاد الشيء في القران، هاد ناقصه ودين ما كايناش، المراه ضعيفه ما لقيتش هاد كنفلي القران باش نقلل ما لقيتش. الوغ غنبقاو كنهضروا على اسماء المرابط كانسان،
شنو الميليو اللي ولا المحيط اللي كبرت فيه اسماء المرابط؟ هو محيط تقليدي او ميم طون نقولوا سكيزوفرينيك شويه، تقليدي وليبرالي تقدمي ديال ديك الساعه ديال الستينات والسبعينات ديال اليسار، كان يسار اوج العطاء ديالو اوج ديالو، ولكن الاسلام كان موجود، كان رمضان، كان الاعياد، كان موجود، ولكن بواحد الفتره جميله جدا. انا كتجيني لا نوستالجي ديك الاسلام هذا ديك ليبوك ما غرامير وديال عماتي الكبار وديك الشيء، لان ما كانتش عندهم هاد الحراج وهاد هاد لي كومبليكاسيون، هاد المشاكل اللي رجعت لهم. ديال مع انا كيظهر لي في الصغر ديالي عمري ما سمعت هذا حلال وهذا حرام، كانت المسامحه وكان الله يعفو عليك والله يهديك بنيتي والله يهديك وليدي وديك الشيء، والاسلام الفطري اللي بازي على لا توليرونس ماشي غير لا توليرونس، بلوس كو لا توليرونس اون تاكسبت كوم تو اي، يعني كنقبلوك بحال انتيا وبالمحبه وبالحنان. دونك عشت في هذا الشيء، ولكن بالنسبه لموضوع المراه كان تناقض وهذا التناقض هذا هو اللي alors justement في الكتاب ديالك اسلام اي فام سي كيسيون لي كيسيون كي فاش، وبصفه عامه الجمله اللي كنسمعوها من اسماء المراه ملي كنشوفوها ولا كنشوفوا لي زانترفونسيون ديالها هي وي كيمكن لينا نكونوا مراه مسلمه وفيمينيست. يعني بالنسبه لك هاد الجوج ديال لي نوسيون ما كيتناقضوش مع بعضياتهم، شنو يمكن لك تقول لنا على هادشي؟ معلومة غير يمكنلوش يتناقضوا، لان ولكن الى 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 فككنا شنو هو لو فيمينيزم ديجا وفككنا شنو هي اون فام مسلمان، زعما المفهوم ديال المراه المسلمه ولا مؤمنه والمفهوم ديال الفيمينيزم، لان اللي كيبقى فيا هو انه حاولنا ندخلوا في خانه وحده الفيمينيزم او سو سون دي فيمينيزم، راه ما كاينش شي بلاد مختلفين ومتعددين. معلوم، شوف ان فرانس اليا دي فيمينيزم، ما كاينش ان فيمينيزم. والفيمينيزم هذا اصلا شنو هو؟ هو ثوره النساء على واحد حقوق ديالهم وعلى مطالبه الحقوق ديالهم، ولكن اولا على الظلم، كانوا كيعيشوا الظلم. وهذا الظلم هذا راه ماشي سي فري كو لو كونسيبت ديال الفيمينيزم تيوريكمون يعني تخلق اكاديميكمون وتيوريكمون في اواخر القرن التاسع عشر وبدا في العشرينات وديك الشيء في الغرب في امريكا وفي فرنسا وديك الشيء، ولكن هذا لا ينفي ان معنى الفيمينيزم دون يعني المعنى ديالو ك يعني نساء كيبغيو يطالبوا بحقوقهم كيحسوا بالظلم، وكتكون واحد المجموعه نساء وكتخرج من وحده اللي كتكون ما كنشوفوش في التاريخ بان دائما كتكون وحده راه سموها سورسيير ولا سموها هوله ولا سحاره ولا شيء، هذيك راه غير طالبات بحقوق ديالها وطالبات دونك هذا الفيمينيزم واخا تخلق لو كونسيبت ديالو المفهوم ديالو في الغرب، ولكن هو الداخل المبادئ ديالو هي مبادئ الكرامه مبادئ الحقوق هما كونيه وكانوا في جميع الحضارات وفي جميع الديانات وفي جميع حيت حنا كنهضروا على الاسلام وديكشي نبقاو في الاسلام تماما ونشوفوا كيفاش النساء فاش كان الوحي كينزل الوحي بالقران على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نساء جاو عند النبي، وهذو احاديث كاينين عند البخاري ومسلم اللي هما مقدسين اليوم عند بزاف الناس يمشيو يشوفوهم راه موجودين، مشاو عنده ماشي وحده ماشي جوج كيقولوا له حنا هذا القران شفناه كيتكلم غير مع الرجال يعني في الاول ديالو ما كيتكلمش مع النساء، اون سو سون با كونسيرني فينا هي بلاصه المراه فينا هي في هذا وتشعروا بواحد هذا. نزلات الايه معروفه راه في جميع التفاسير الامام الطبري اكسيتيرا وابن كثير كيقول لك ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نزلات باش يعني تولي لهذوك اننا كنهضروا مع الرجال انا كنهضروا كنخاطبوا هذا لان الخطاب القراني هو خطاب للانسان قبل كل شيء الانسان رجل كان او امراه دايوغ شوف واحد المقوله كتقول هو المراه ضعيفه ولا هذا قلبوا لي على شيء اخر كتقول لك ان المراه ضعيفه كائن ضعيف ما كاينش ولكن اش كيقول القران خلق الانسان ضعيفا يعني الرجل والمراه يمكن يكونوا اوني توس اون دي فيبلس سي نورمال بيان سور وكرمنا بني ادم راه المراه والراجل دونك الكرامه معطيه للمراه والراجل تري تري فيت اسماء في البحث ديالك وفي لاكيت سبيريتوييل ديالك قررتي انك تدخلي في بزاف ديال المجموعات ديال العمل باش جوستومون تحاولوا تبدلوا النظره وربما التاويلات اللي كاينين على 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 البلاصه ديال المراه في الاسلام منين جاتك هاد الانرجي وهاد هاد لونفي والله ما عرفت لان بعد النوبات كان حيت صعيب الحال
ما سهلاش. شوف كان كنسال نفسي وكنقول خاصني حتى شي خير زعما الا بزاف الناس بعد المعلومات غنقول لك واحد تقول لك انت طبيبه شدك داك لهذا الشيء لا ماشي غير طبيبه كيبداو يقولوا لا وهذه مسكينه راه ما عايشاش مزيان مع راجلها مطلقه ولا ما مجوجاش ولا عندها مشاكل لان بالنسبه لهم لي فيمينيست هما راه ما لقاو ما يديروا ما لقاو ما يديروا ويا ناس فرستري وماشي وفهمتي هذا لا انا كنعيش هذه 36 عام وانا مجوجه ما عندي حتى شي اشكال مع راجلي عايشه عيط دونك دي فوا كنقول يمكن عندهم الحق مالك انا على هذا هذه المشاكل لا هي صراحه بلوس كو لا كات سبيريتوال والبحث على الراحه النفسيه والراحه الروحانيه كنقول ما عنديش الحق انا تكون عندي هذه الراحه ونشوف الظلم وناس واحد اخرين ما ما يمكنليش دونك سي بور سا كو جو بويز هاد لينيرجي من هاد من هاد الايمان في لا كارير ديالك وفي هاد توجور في هاد لا كات سبيريتوال نستي بزاف ديال لي انستيتيوشن بزاف ديال لي اسوسياسيون حتى وصلتي لانك تكوني المديره ديال لو سونتر دي زيتود فيمينين اون اسلام في وسط الرابطه المحمديه للعلماء ديال المغرب هذه سي لانستيتيوشن ريليجيوز لي ربما لا بلو اوت انستيتيوشن ريليجيوز في شي 4 ولا 5 في المغرب ولكن هي اللي كنسمعوا بها انا كبرت بها كنسمعها عندي ديما في ودنيا وربما اوفيسيال يعني رسميه دوزتي فيها تقريبا 7 سنين اولا على تقريبا 6 سنين كيفاش كانت ليكسبيريونس اولا هي كان طلب ماشي مني انا ما كنتش غير كنعرف بان كنعرف بان كاين مؤسسات دينيه ولكن ما كنعرفهمش زعما بالضبط بالنسبه لي كنت دائما كنبغيت نبقى الكترون ليبر صراحه جا طلب من الامين العام ديال 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 هذه المؤسسه لان قرا كتباتي الاولانيين نقرا عائشه لي بوزادا دو بروفيت الاسلام وفيمينا وكنقرا واحد الكتاب اخر ديال لو كوران اي لي فام ليكتور دو ليبراسيون وعجبو بزاف واتصل بيا قال لي شوف قال لي حنا في المغرب هذا هو يعني المرغوب فيه بغينا نساء يكونوا امام طون مؤمنات وعندهم هذا الايمان هذا هكذا يكونوا متفتحين على العصر وديك الشيء اي جي تروفي كو سيتي كالكان دو زعما في ليسبري ديالو متفتح اي دونك النقاشات ديالنا كانت نقاشات جميله جدا لان انا كنت كنمشي من المنظور ديال الفيمينيزم وديك الشيء اللي ما كانش كيعرفوا هو وعاد عاد اكتشفوا هذا وهو كيجيب لي دي زارغومون تيولوجيك اللي ما كانوش عندي انا لان هو كان عنده كمان دكتوراه في التفسير ديال القران دونك سكي في كو كنتو كومبليمونتير كتكملوا بعضياتكم دونك واحد النهار اقترح عليا قال لي نفتحوا واحد المركز غنسميوه الدراسات النسائيه في الاسلام وهذاك المركز راه خصنا نعرفوا بان جوسكا بريزون ما كاين حتى شي مركز بحاله في العالم العربي في العالم العربي ما نعرفش في العالم الاسلامي يعني في اندونيسيا وماليزيا ولكن نقدر نقول لك بان في العرب العالم العربي فوسط مؤسسة دينية يعني معرفة أوفيسيال وفيها أمير المؤمنين 99.99% من العلماء الرجال أنها تكون واحد المركز فيه الدراسات النسائية غنقول لك من الأول كانوا ناس اللي ما عجبهمش هذا الشيء وهاد نفس الناس هما اللي في الأخر نجحوا باش يخرجوني من من من, من واش كان هدف انك تخرجي من هاد اكيد لي انا كان هدف انا كنقولها بكل يعني مصداقيه كان هدف لان الرؤيه ديالو كانت من الاول كانت واحد كان واحد اون فيت ديرونجيتيهم فوالا انا ديك ليسباس اللي كانت تحل لي تما هو يولي ان اسباس ديال النساء من جميع التيارات يجيو يناقشوا فكانوا كيجيو عندي لي لايك اللي كيتسموا العلمانيات اليساريات والناس ديال الاسلام السياسي سيتي ان اسباس وعاد درنا دو تري غران سيمينار دو تري غران كونفرنس مع المحاضرات مع لي فيمينيست جويف دي فيمينيست كريتيان دونك دوزنا واحد 50 يعني صراحه كانت روعه وكانت عطات واحد النظره للمغرب لان من بعد راه الناس كيصيفطوا لي انا من الخارج كيقولوا لي زعما كانت سيتي ان موديل بزاف ديال الباحثين والباحثات غيروا المنظور ديالهم بعض العلماء وديك شو غيروا المنظور ديالهم من هاد من هاد القضيه هادي ومن قضيه اخرى حتى من الاختلاف الديني وحوار الديانات والاكسبتاسيون كاين مسائل تغيرات ما نقدرش نقول لا ولكن التغيير ما غيجيش من الاسلام المؤسساتي انا كنشوف جوج الحاجات كنشوف بان غادي يجي من المواطن والمواطنه اللي باغا يعني تفهم ويكون عندها ولا عنده ان ريغار كريتيك اي اون ميم طون واحد لو ريغار respectueux de la tradition de la marjaïa dialo
وانا كنامن بان حتى فكره التصوف اللي كاينه موجوده دابا واخا كتكون اون مود فوالا سي اون توندونس دو مود، ولكن العمق ديالها هو هذا الاسلام الفطره، هو الاسلام الروح والروحانيات، اسلام المغربي، لان الاسلام المغربي راه اسلام صوفي ما نساوهش. والصوفيه غتعطي انا جو بونس كو لافونير اي تو صوفيزم. الموضوع اللي طرقتي ليه بشكل كبير ربما في هاد ليكسبيريونس اللي عشتي في هاد 8 سنين هو ليغيتاج، هو الورث، الارث. ملي كيتجبد هذا الموضوع في لي ريزو سوسيو سي لو درام، كونتريرمون اسكو يمكن لينا نفكروا فيه. بزاف ديال لي جون ديال هاد لا جينيراسيون هادي حالفين حتى ليغيتاج غيبقى كيف ما هو، الورث والقوانين على الارث ما غاديش يتبدلوا. ما نساوش بان سي اون كيسيون دو بوفوار ايكونوميك، دونك ملي كنوصلوا للفلوس واللو بوفوار ايكونوميك راه حتى شي واحد ما غاديش يجي يقول لك هاك نعطيك هذا الشيء هذا. ولكن خصنا نفسروا هذه القضيه هذه، لان ولا غير نرجع لهذه القضيه ديال حتى الخروج ديالي من هذا من الانستيتيوشن كيفاش وقع. نفسر واحد الحاجه، انني انا عمرني ما غيرت رايي، انا من الاول وانا كان عندي نفس التفسير على قضيه الارث. انا عمري ما كنقول اشنو خصنا نديروا ولا شنو نديروا ولا هادشي هاد الايه خصها تفسر هكذا، لا، كنجي كنفكك واحد التفسير وكنرجع للايه اللي كيكون نمطي، وكنجي وكنقول بان هنا هادشي كنشوفو يعني مضاد اللي اون اوبوزيسيون افيك مقصد القران، وكنقولوا وفسروا لي، اعطيوني الكونتر ارغومون، فوالا اعطيوني الكونتر ارغومون وجاوبوني. نرجعوا للميراث، هادشي ديال الارث، خصنا نعرفوا بان هادشي القضيه ديال الارث هي منظومه في القران كلها، منظومه كبيره جات بوغ ريبوندغ ا دي بوزوان، لان افكتيفمون ليغيتاج في جميع، انت كتشوف حتى الان في اوروبا هذا راه الدباز ملي كيكون على ليغيتاج، حيت كي قلتي كاين لا نوسيون ايكونوميك. سي لارجون مي سي اون كيسيون دو بوفوار. داكوغ. دونك وشوف بزاف الايات كيقول يسالونك عن يسالونك عن، دونك كيجي القران كينزل ديك الايه في ديك ديك السياق، ديك السياق في داك المكان في داك الزمان. المنظومه ديال الارث ما خصناش ناخذوا غير الارث، راه اللي كنساو هو ان اكوتي دو الارث كاين الوصيه. الوصيه مهمه جدا، وكتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه للوالدين، وكتشوف جميع الايات اللي فيهم الارث كتبع شنو كيتبعها. بحال دابا هاد الايات اللي كتقول للذكر حد هذا كتقول لك بعد وصيتي او دين، سيتادير ما تفرقوا الارث حتى يتحيد الدين، تشوفوا تزول الدين الى عنده شي دين، عنده شي دين، وتفرقوا التستامون اللي خلى السيد قبل ما يموت او السيد. ولكن الا داك السيد ولا ديك السيده ما خلاتش التستامون، ما خلاتش الوصيه، ودابا علاش ما خلاتوش؟ على وداش حنا في هاد القرون الاخرى كلها علماء ناضوا كيقول لك لا، ايات هاد الايات كلهم تقريبا سعود الايات على الوصيه نسخوا. شكون اللي نسخهم؟ نسخوا سيتادير ابروجي. شكون اللي نسخوا؟ واحد الحديث كيقول لك لا وصيه لوارث، ويمكن حتى الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم تقال في واحد السياق اللي هو سياق تاريخي ونقدروا نمشيو نقلبوا عليه وشكون قالوا هذا، ولكن الاهم عندنا هو شنو كيقول القران، كتبتو ملي كيقول كتب عليكم. سوبوزون واحد السيد عنده جوج ديال البنات ياك، ما عندوش الولد، ما عندوش اللي غادي يعصب هذوك البنات ملي غادي يورثوا في الاب ديالهم، عمامهم خوالهم ايتترا غيدخلوا معاهم سولو القانون اللي عندنا اليوم. تماما. الا خذا الوصيه، الا قرر انه يدير وصيه، كان واعي بالقضيه ديال الوصيه وكتب وصيه قبل ما يموت، وقال مثلا انا كاع اللي في ملكي غادي نديرو في سميت بناتي ولا يتعطى لسميت بناتي، واش كتخذ هذه الحاجه هذه بعين الاعتبار؟ اليوم لا، اليوم لا، لان الفقه كيرفضها. خصنا نحلوا نقاش اكثر من هذا الشيء او اوسع من هذا الشيء اليوم، وزعما علاش غيكون ان تابو في هذا الشيء؟ علاش غادي نكونوا هذا وحنا كنعرفوا بان مقصد القران هو العدل؟ دونك المفهوم ديال المساواه راه ما يمكنناش ديال الحداثه ما نقدرش نطبقوه على نص نزل في القرن السابع، لان كان تما مفهوم العدل هو اللي كان مهم، ولكن معنى المساواه موجود في القران، موجود. الوغ منين درتي انت هاد الشوفه ديالك واناليزيتي هادشي كامل، واش ما كرهتيش؟ سمحيني كنسولك هذا السؤال، ولكن سي امبورطون، لان انا كون كنت بلاصتك كنت غادي نلوح كلشي وغادي نرجع للور. واش ما كرهتيش النظره اللي معطيه للمراه، وما ندمتيش علاش ما دارش هاد لا ريشيرش بهذا الشكل اللي انت دايرها من قبل؟ وعلاش الذكوريه ديما هي اللي كتسير كل شيء، وهي اللي كتروج كل شيء، وهي اللي كتخاد بها لي ديسيجن؟ جي دي مومون دو فيبلاس، جي دي مومون دو ديكوراجمون، بحال اللي كنقول جي دي مومون وكنقول غنخلي هذا الشيء كله صافي وبركة عليا صافي. ولكن غنقول لك شنو اللي هذا، بعض المرات كنتوصل بشي رسائل
اللي يعني صراحة كتجيب لي الدموع في عيني، اللي كتقول لي قراءتك صالحتني مع نفسي ومع الدين، مع الدين ومع ومع وعطاتني واحد القوة. أنا دابا حتى واحد ما يقدر يقول لي شي حاجة، أنا كان عندي الجواب، عندي لي زارغومون. و إذن كنقول والحمد لله، باسكو حنا ما كانش عندنا هاد لي زارغومون اللي كنا قبل. قبل أنا في الثمانينات ما كانوش عندي هاد لي زارغومون، دابست وقريت وهذا باش نبحث باش نلقاهم. إذن ملي كنشوف هادشي كنقول سافو سافو لا بان، دونك غنكمل، دونك غادي نكمل ميم سي جو سي كو ما غنشوفش التغيير في حياتي، ولكن غادي يجي. لان المراه ما كانش عندها حتى الحق باش تطلق، انك كتمرمد 3 سنين و 4 سنين وما عندهاش يعني حتى شي حق من الحقوق ديالها. المدونه جات بواحد يعني سي فري كو دابا الي ديباسي حتى هي، ولكن جات بواحد المبادئ واحد يعني واحد القوانين اللي راه حرات المراه شويه. بيان سور ماشي شويه بزاف، فهمتي؟ هي التنزيل ديالها كان خاطئ شويه وكان فيه مشاكل، لان العقليه باقي ما خدمناش العقليه. ولكن شوفوا اليوم ولوج النساء الى بحال دابا العمل ديال العدول. هذا السؤال اللي كنت باغا اونبغي عليه ديريكتوم. واش انا بنفسي هذه 20 عام كنت عمر ما نتخيل هذه القضيه هذه، ان المراه عدوله، عدول راجل ما يمكنش يكون مراه. ما كنشوف انا يمكن ما نكونش نعترف بها، غنقول كيفاش غادي تكون مراه؟ علاش كيفاش وصلنا لهذا الشيء؟ لان رغم كل شيء هذا العمل هذا اللي درت انا وداروا بزاف الناس راه كيوصل. واش بالنسبه لك لو فات ان كاينين نساء عدولات اليوم سي ان بروميير بوين، خطوه اولى في 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 ربما تحديث الرؤيه اللي ان على على المراه في الاسلام؟ معلوم يفو لو بروند دو سو كوتي بوزيتيف، واخا ما غاديش يعطي نتائج توت سويت، واخا راه كاين بزاف الناس ما يعيطوا ما يعيطولهمش ما يعترفوش بهم، ولكن سي اون سيمبوليك كنعيط لها انا واحد بحال بحال واحد الخطوه رمزيه مهمه جدا للمستقبل. تصور هذوك الاولاد اللي غادي يحلوا عينيهم على مراه، على مراه عدوله، ماشي بحال حنا اللي حلينا اللي جاتنا عجوبه، وما غاديهمش عجوبه، غاتجيهم ناتورال. كاينين دي موفمون بحال الكوليكتيف 490 سميتو اونيف اللي جا باش يدينونسي هذوك الاساتذه الرجال اللي كيجبروا البنات انهم يكون عندهم علاقات جنسيه معاهم باش يعطوهم النقاط وتحرش جنسي وداكشي اللي كاين شي قصص خيب اكثر. شنو النظره ديالك لهاد لي هاد لي موفمون، هاد الطالبات وهاد النساء اللي خدوا هاد المبادرات؟ يعني كنشوف فيهم واحد الشجاعه يعني صراحه زعما جو لي فيليسيت بور سا، لان يمكن حنا في العهد ديالنا كان حتى شي حد ما يقدر يدير هادشي. وشوف شنو وقع في اوروبا اخيرا في الميتو وهادشي، وشوف شنو بداو كيعاودوا النساء الوغ كو هما كانوا عندهم كمان دي زوتي وكانوا عندهم مساحات ديال حقوق المراه وعندهم هادشي وما قدروش يديروها حتى باس 20 عام او 30 عاد نط هاد هاد يعني هاد هاد لي ريفونديكاسيون ديكشي. دونك حتى اللي ما عندناش هاد كوميم هاد لي زافونسي اللي عندهم وهاد البنات تشجعوا، سا فو دير كو كاين واحد النوع من واحد يعني التقدم في الفكر والتحرر ديال الكلمه، وانهم هاد النساء سون واعيات بانهم مظلومات وبان عندهم الحق يهضروا. موج لي فيليسيت سانسيرمون ومنبهره بشجاعتهم. اسماء غادي نختموا بواحد السؤال اللي هو شنو هو الميساج اللي تبغي تقولي للنساء اللي تيتساءلوا ربما تينتقدوا ما عندهمش الجراه انهم ينتقدوا انهم يفكروا ولا يمشيو يبيقشوا في هذوك المسلمات وفي ذاك المعلقات اللي كيقولوا لنا ما تمشيوش ما تبحثوش فيهم، شنو الميساج اللي تبغي تقولي لهم؟ بحثوا وعمركم ما تسكتوا، على ملي تحسوا بالحاجه انها فيها ظلم عارفوا بانها ما مقبولاش لا من الله لا من الدين لا من العبد، ما يمكنهاش تقبل. دونك ما نقبلوش الظلم. انا جستيم كو هذه هي لا لوجيك اللي خصنا والقاعده اللي تكون عندنا تكون عندنا هاد الشجاعه باش دائما نسولو يعني بلطف وباحترام، ونعرفوا بان راه كاين واحد التراكم ديال التقاليد والعرف وديك الشيء اللي سدات العقول، وراه ماشي سهل انك تجي وهذا تفتح هادشي كله. هادشي راه غادي طول، ولكن انا جو غارد ليسبوار والامل دائما خصنا يعني خصنا نتشبثوا به. شنقول لك؟ ما تنظن انني ما كنتش كنتسنى نساليو هذه ليميسيون بكلام ديال ليسبوار اكثر من هذا. ميرسي بوكو اسماء مرابط،
جيتي فتينا وحليتي لنا عينينا على بزاف ديال الحوايج، واخا حنا كنا درنا البحوث ديالنا وقلبنا وحاولنا نفهمه، ولكن الانبوت ديالك كان مهم بزاف، وشكرا بزاف اللي جيتي عندنا لصرخيتي اليوم. نعم، وشكرا لكم اللي استدعيتوني، وهذا كان فرح بالنسبه لي بزاف نتقاسم معكم هذا يعني هذا الشيء ديالي وقبلوا عليا. حتى نتوما شكرا بزاف اللي تفرجتوا فينا. يمكن لكم تفرجوا في هذا الابيزود في فيسبوك يوتيوب وانستغرام، وتصنتوا لنا في كاع لي بلاتفورم دو ستريمينغ سبوتيفاي ديزر وابل بودكاست. سيتي صرخيتي سيزون 2. تشاو.